دعينا نلعب بالألوان! أهلاً يا أصدقائي! اليوم سنقوم بتلوين وجهنا! ما اللون الذي سنختاره الآن؟ الأصفر! لوني الأصفر أين أنت؟ أنا هنا تعمل إيه؟ أصفر! اللون التالي هو الأزرق. أزرق! لوني الأزرق أين أنت؟ أنا هنا هو. أنت عامل إيه؟ اللون الأزرق. أزرق! أياً من الألوان سنختار الآن؟ الأحمر! اللون الأحمر. لوني الأحمر أين أنت؟ أنا هنا هو. أنت عامل إيه؟ اللون الأحمر. تبدين جميلة، وهذا جيد. الآن أنفك أصبحت حمراء اللون. اللون التالي هو الأخضر. لوني الأخضر أين أنت؟ أنا هنا هو. أنت عامل إيه؟ أخضر! الألوان تبدو كمساحيق التجميل! أي من الألوان سنختار الآن؟ الأبيض! الأبيض! لوني الأبيض أين أنت؟ أنا هنا هو. أنت عامل إيه؟ أبيض! استديري قليلاً من فضلك! نحن نضع ما يشبه مساحيق التجميل! اللون الأسود! لوني الأسود أين أنت؟ أنا هنا هو. أنت عامل إيه؟ اللون الأسود! جميل! هلا! ما لونك المفضل؟ اللون الوردي! دعينا نصنع اللون الوردي سوياً! وكذلك! سنختار اللون الأبيض واللون الأحمر! واو! اللون الوردي! اللون الوردي! مع السلامة! قوموا بالانضمام في القناة! إعجاب!